ظل تنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، كيف هي التحضيرات كلودي؟ يعني هل هناك أي من تخوفات لهؤلاء النازحين من المجهول؟ نعم، التحضيرات مستمرة، والعدد الذي يشارك والذي انخرط في هذه القافلة الأولى هو 750 شخصا تقريبا. الغالبية يغادرون من هذه المنطقة، من وادي حميد في عرسال باتجاه قرى وبلدات القلمون، وهناك عدد قليل وقليل جدا يغادر من معبري المصنع والعبودية باتجاه مناطق أخرى في سوريا. الأجواء كيف هي هنا؟ تحدثت إلى عدد من هؤلاء النازحين العائدين أو الذين أتوا لكي يودعوا أصدقائهم وأقرباءهم العائدين إلى سوريا. هم يقولون إنهم موجودون في الخيم هنا في لبنان، ولا أحد يمكن أن يفضل الخيمة على العودة إلى أرضه وإلى رزقه، ولكن أيضا يعودون إلى المجهول ولا يعرفون ماذا ينتظرهم في سوريا من النواحي كافة، الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الأمنية. لذا كما لاحظنا هناك العدد الأكبر من هؤلاء العائدين من كبار السن أو من الصغار، وعدد الشباب هو محدود، ويعني أيضا الأهالي الكبار في السن الذين لديهم أولاد في سن الخدمة العسكرية أيضا يتريثون في العودة إلى سوريا خشية من الانعكاسات السلبية لهذه الخدمة العسكرية الإلزامية على أولادهم، خصوصا أن الاستقرار الأمني لم يعم سوريا في مناطقها كافة. لذا يعني لاحظنا بأن العائدين يؤكدون أنهم يعني مرتاحون لقرارهم، ولكن أيضا يؤكدون أنهم الآن يفتحون صفحة جديدة هي صفحة بيضاء، لا يعرفون ماذا سيكتب عليها لدى عودتهم. طيب إلى سوريا، يعني من الجانب اللبناني هذا هو حال يعني العائدين، يعني وكما ذكرت هناك عدد أكبر. كلودي، يعني هل بالفعل قرار عودة اللاجئين السوريين سوف يخفف من الأعباء في لبنان؟ يعني إلى أي مدى هذه الآلية سوف تكون ناجحة؟ يعني بالنسبة إلى الدولة اللبنانية هي تطرح الأرقام وتقول بأن تداعيات النزوح السوري إلى لبنان كلف حوالي 40 مليار دولار على الدولة اللبنانية، في حين أن المساعدات التي قدمتها المنظمات الدولية والمجتمع الدولي هي عادلت حوالي 8.5 مليار دولار. لذا هذا هو الهم الأول للدولة اللبنانية بأن تخفف هذا العبء، ولكن الأعداد العائدة هي محدودة جدا بالنسبة إلى عدد السوريين الموجودين في لبنان. كما ذكرت اليوم 750 شخصا يعودون، في حين أن في لبنان 1,080,000 نازح سوري، يعني العدد بالمقارنة هو عدد قليل وقليل جدا. التعويل على أن العائدين اليوم سوف يتحدثون مع أهلهم ليؤكدوا لهم أن ثمة أمانا في سوريا، وأن الآخرين يتشجعون من تجربة العائدين اليوم لكي يعودوا، هذا ما تؤكده السلطات اللبنانية. ولكن دعيني أشير إلى أنه منذ أحداث سوريا تزايد العدد سنة بعد سنة هنا في لبنان بالنسبة إلى النازحين، والسنوات الثلاث الأخيرة أيضا شهدت ارتفاعا في عدد النازحين السوريين. ثمة دول مجاورة عمدت إلى عودة قسرية للاجئين، فأتى عدد كبير منهم إلى لبنان، وأيضا هناك عدد كبير من الولادات السورية في لبنان لأطفال هم حتى لم يسجلوا في سوريا، وتخشى السلطات الرسمية اللبنانية أن يكون بعد سنوات قليلة هناك عدد كبير بالآلاف لأشخاص من جنسية قيد الدرس، هم سوريون ولكنهم لم يستطيعوا الحصول على جنسيتهم السورية. المسألة شائكة جدا ومعقدة، هي عبء اقتصادي على لبنان، وهي عبء أيضا على النازحين السوريين، سواء
بقوا في لبنان أم عادوا إلى سوريا. الحل هو ليس مرتبطا فقط بالدولة اللبنانية وبقرار النازح السوري إذا ما كان يبقى في لبنان أم يعود. الحل أكبر من ذلك، وهو يجب أن يكون بالمجتمع الدولي لكي يساعد على هذه العودة ويؤمن ظروفها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، فيكون النازح مطمئنا لعودته ويتراجع ويتقلص العبء الاقتصادي عن لبنان. طب كلوديا، يعني لو ترصد لنا الكاميرا استعداد الأهالي للعودة إلى سوريا. نعم، سأطلب من زميلي نور فقيه ومن زميلي زكريا فاضل أن تظهر الكاميرا هذه الاستعدادات. منذ قبيل السادسة من هذا الصباح بدأت الشاحنات تأتي. في هذه الشاحنات هي أغراض النازحين السوريين العائدين، فككوا خيامهم ووضعوا في هذه الشاحنات ما لديهم من متاع، لأنهم في الغالبية يعودون إلى سوريا وليس لديهم منازل جاهزة ليسكنوا فيها. كما علمت منهم أنهم سيصلون جميعهم إلى مدرسة الجراجير في القلمون المجاورة للحدود مع لبنان، وهناك يعني تتم الإجراءات مع السلطات السورية. من لديه وضع أمني يريد أن يسويه يتم هذا الأمر بالوقت نفسه، يعني في اليوم نفسه قبل أن يغادر المدرسة ليذهب إلى رزقه وأرضه. يأملون أن تكون هناك جهات تساعدهم على أن يستقروا في المراحل الأولى. إحدى السيدات قالت لي إن منزلنا مهدم في القلمون ونأمل أن نجد من يساعدنا على إعادة بنائه. النازحون هنا يستفيدون من مساعدات من المنظمات الدولية، خصوصا إذا ما كانوا مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهذا الأمر لن يكون متاحا لهم في سوريا. لن يحصلوا على أموال بالفريش دولار كما يحصلون عليها من لبنان، رغم قيمتها المتواضعة في لبنان، ولكنها تساعدهم نظرا للفارق في سعر الصرف على أن يؤمنوا ما يحتاجون لمعيشتهم اليومية. وأيضا يؤكدون أن الوضع الاقتصادي في سوريا هو أسوأ حالا من الوضع الاقتصادي في لبنان، رغم تردي الوضع اللبناني إلى درجة كبيرة، ولكن يعني يستطيعون أن يصمدوا هنا، ربما أن يؤمنوا الطعام والشراب. وهذا الأمر يعني يعودون إلى سوريا ولديهم خشية حول كيفية كيف سيتدبرون أمورهم في الفترة الأولى، خصوصا في المراحل الأولى. وأيضا ما يلاحظ بأنه غالبيتهم أمضوا في لبنان حوالي 10 سنوات، اعتادوا على نمط العيش في لبنان، وهذا الأمر أيضا يسبب لهم يعني لا يعودون بهذا الفرح الكبير، يعني تجدين أن غالبيتهم لديهم قلق، لديهم حزن، خصوصا أن سيدات مثلا يعدن مع أولادهن الصغار من دون رجالهم إذا ما كان هؤلاء الرجال بعمر الخدمة العسكرية الإلزامية. والمفارقة أنه بين هذا المكان حيث تنتشر مخيمات اللجوء في عرسال وبين قرى القلمون مسافة حوالي ساعة فقط بالسيارة. يعني طلبت من زميلي نور أن يظهر المخيمات في عرسال. هنا في عرسال، هذه البلدة البقاعية الكبيرة، عدد النازحين السوريين فيها يفوق عدد الأهالي بحوالي ثلاث مرات. هذا ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي يواكب العودة، وهو كان قد زار أمس طيلة يوم أمس أيضا مخيمات النازحين السوريين في البقاع ولا سيما هنا في عرسال. هذا هو الوضع هنا، النازحون يستعدون للعودة ويأخذون متاع ما لديهم من متاع معهم بعد إتمام الإجراءات الضرورية مع الأمن العام اللبناني. والأمن العام اللبناني يدقق، إذا ما أتى نازح سوري ومعه ورقة باسمه
ليحصل على ورقة بيضاء تخوله الدخول إلى سوريا، كما يؤكد النازحون السوريون، يصفون هذه الورقة بأنها ورقة بيضاء. يدقق الأمن العام إذا ما كان هذا النازح السوري بالفعل حاصلا على موافقة أمنية، وبأن أي مشكلة أمنية لن تحصل معه عندما يعود إلى سوريا. هناك عدد من النازحين لم يحصلوا على هذه الورقة البيضاء لأن الموافقة الأمنية لدخولهم إلى سوريا من قبل السلطات السورية لم تتوفر بعد. واستنادا لمصادر الأمن العام اللبناني، هناك إصرار على هذا الأمر كي لا تحصل مشاكل في سوريا يعني تنعكس سلبا على العودة.